تم وينتر وندرلاند، حبيت تكون أكتر هيك كوين أوف وندرلاند، وخصوصاً أنا عم بتعامل مع شيف محمد عباس من فور سيزن، فهن الستيل تبعولن أكتر كلاس إليجانت. كمان بما أنه هي شيز ذا كوين، فحبيت أعطي أعمل أفكر بشي يعطيها الهيبة أكتر، الباور، إنه شيز ذا باورفل وومن، شيز ذا كوين. سو فكرت بأعمل دير لأنه هو كمان الكينج أوف وينتر. التكنيك اللي استعملناه نحن كان كله شوكولا، جربنا نعمل شوكولا يقدر يضاين ما يتكسر معنا. الوايت شوكولات هو عادة ما بيجي وايت، بيجي إيفوار. سو نحن عملنا خلينا الشوكولا يصير وايت، استعملنا باودر، الفادرز هن ريل شوكولات. اوكي، وحتى الدير كمان شوكولات، والستيك كمان 100% شوكولات. كان اول شيء اخذ 1 ويك الفستان. التشالنجز هن انه شيء يعني الموديل بدها تمشي بالفستان، سو بده يكون في مثل بالانس بالفستان، كيف ما تتحرك الموديل، انه ما لازم يتكسر، ما لازم يروح شكله. يعني هول التشالنجز، بس انه الحمد لله انه قدرنا نعمل يعني هذا الشيء.